<applause> آه وطلبت منه الطلاق <applause> وقال لي لو تطلبينه مرة ثانية اعتبريه وارد بالثلاث وحلف نعم <applause> إذا طلبته مرة ثانية هل طلاق يعتبر وارد أو كفرت يمين تكفر عنه طيب طيب واضح. شكرا لك عبد الله تقول حدثت مشاده بينها وبين زوجها وطلبت منه الطلاق وقال لها اذا طلبت الطلاق ثانيه اعتبريه وارد وتقول حلف على هذا، سؤالها تقول اذا طلبت منه هي لم يا شيخ لم يحدث هذا، هي تقول اذا طلبت منه هل يعتبر واردا ونافذا هذا الطلاق يقع يا شيخ ام لا؟ كل طلاق يعلقه الانسان على شيء نعم. فإنه إذا وقع معلق عليه فإنه يقع الطلاق هذا هو الأصل فقال إذا قال الرجل لامرأته إذا فعلت كذا نعم. فأنت طالق فإنها إذا فعلت وهي عالمة غير مكرهة ذاكرة يقع الطلاق نعم ما نصيحتك لها يا شيخ نصيحتي له أولا نعم. أن لا يفعل هذا وذاك أن الطلاق لا يصلح أن يستعمل في مثل هذه الموارد التي يقصد بها التهديد أو نعم يقصد بها الحث أو يقصد بها المنع أو يقصد بها التصديق أو التكذيب، كل هذا ليس بمسلك رشيد ولا بطريق سليم، الطلاق شريعة محكمة وليست أحكام طائرة لا زمام لها ولا خطاب، وانفعالات جائرة، إنما هو شرع رب العالمين به تستباح الفروج وبه تحرم فلذلك ينبغي أن يتحرى الإنسان فيه أمر الله عز وجل وألا يقدم على الطلاق إلا وهو مريده إذا كان يقصد يقول أنا أقصد وأريد هذا الكلام لا تهديدا ولا حثا ولا زجرا ولا تصديقا ولا تكريما أقصد هذا الكلام إنه إذا فعلت كذا فهي طالق عند ذلك يكون هذا من الطلاق المعلق والطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه فإنه يقع نعم. ما يتعلق بكونه طلق ثلاثا هل يقع كونه أرى لم يريد الطلاق انما اراد التهديد كل هذه استثناءات خارجه نعم. عن محل البحث بمعنى انه هذه لها تفريعات وتفصيلات مختلفه لكن الاصل الذي ينطلق منه في النظر في مثل هذه القضايا ان الطلاق واقع يبقى انه